مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير. كفينا يا سلمى أكيد مع المرأة اللي استطاعت أنه تحقق وجودها فاعلا ورياديا وتساهم في الكثير من مواقعها في بناء مجتمعها، وانطلاقا من ذلك انطلقت مناظرة ضمن أكثر من 30 امرأة قيادية من مختلف المحافظات على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون. اليوم معنا النساء المشاركات، الأستاذة رولا باش اللي هي كابتن الفريق الرابح، والأستاذة أيضا راما الشعار مشاركة في سوريات تناظرنا، ومن النوه أنه هن أساتذة ومحاميات. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. أهلا فيك ويسعد صباحكم وميرسي. أهلا صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يعني أربعة أيام عم تتناظروا وعم تحكوا وعم تتجادلوا، خلونا نحكي عن هاي الفكرة بالبداية ونتعرف منها من حضرتك. أول شيء حابة أعرف عن اسمي. صح، أنا رولا باش إمام، محامية، رئيس مجلس إدارة جمعية نريد أن نفرح وعضو مجلس أمناء بمؤسسة حياة وماجستير قانون أعمال دولي. هلأ المناظرة كانت فكرتها كتير حلوة. التدريب استمر أربعة أيام بمهارات كتير عالية، كان في عدة جهات مشاركة اللي هي راديو سوريات وبدايات والجي سي آي بمدربين رائعين. تدربنا على مهارات المناظرة والخطابة وعلى تكنيكات كتير حلوة. تمام. لما خلينا نحكي شوي عن المحاور يلي تم مناقشتها، شو أهم الشغلات يلي تم التركيز عليها وأهم الشغلات يلي أنت كمان شفتي أنه لازم يتركز عليها؟ صحيح. هلا أول شيء نحن تعرفنا، أول شيء نحن كنا مع 30 امرأة سورية كلهم ما شاء الله، نحن كلنا كنا خبرات، فكانت هاي إضافة كتير منيحة على المؤتمر وعلى الفعالية. أخذنا مبادئ فنون الخطابة، أخذنا مبادئ فنون المناظرة، تعلمنا كيف نوصل صوتنا صح، فكرتنا صح بشكل صح. طيب رولا، يعني شو أهمية مثل هاي المناظرات؟ اليوم نحن عم نمر يمكن بوقت صارت الكلمة محسوبة والكلمة كتير مهمة وبتأثر، شو أهمية مثل هالمناظرات وكيف رح تفعلوها؟ يمكن المناظرة هي فن كتير مهم ليوصل أي رأي للرأي العام. نحمل قضية، فريق بيكون معه وفريق بيكون ضد، وهيك بنكون بنعطي الصورة الكاملة. اليوم بنقول وقتها بنحكي كل البراهين اللي معه وكل البراهين اللي ضد بتوصل الصورة الحقيقية. اليوم نحن بحاجة لهذا الفن لنقدر نوصل قضايا كتير مهمة بتخص المرأة، بتخص سوريا، بتخصنا نحن كقياديات بالمجتمع. حنستخدمها صح أكيد نحن كناشطين بالمجتمع المدني، حنستخدمها صح. وبدي كمان استفيد من هذا المنبر وأشكر جمعية سوريا مدنية والدكتور دكتورة روبا ميرزا لترشيح اسمي لهي المناظرة، لأنه هي من الجمعيات اللي كتير رائدة بهذا الفن وكتير داعمة لهذا الفن. أكيد. نعم. يعني يا راما كمان خلينا ننتقل لإلك. دائما التوقيت يلي أحيانا بنختاره بيكون توقيت مهم، توقيت صح. سوريات يتناظرنا بهذا التوقيت اللي هو بيظل الحرب أو إن شاء الله مع خلوص الحرب هيدا اللي عم نمر فيها، قديش كان في عبرة لهذا التوقيت اللي قمتوا فيه بهذا المنظر؟ هلأ أول شيء أنا شخصيا ما بحب الحرب، نحن الحمد لله خلصنا، نحن بمرحلة نوعية، نحن بمشروع نهضوي للمرأة، المرأة حتاخد حقها إن شاء الله، حتوصل لمراكز قيادية، حتقول رأيها ورأي كل النساء السوريات، وإن شاء الله بإذن الله يكون مستقبل لنا. طبعاً أنا ما بنفي دور الرجل، الرجل كتير أساسي، بس لازم صار الوقت مناسب وصار الوقت لحتى المرأة السورية تاخد حقها مزبوط كاملاً. أكيد. يعني نحن يمكن أخذنا شوي فكرة عن سوريات يتناظرنا، لحروح ونشوف كيف كانت أجواء الأمس اليوم الختامي بدار الأسد للثقافة والفنون واللي رصدته كاميرا الإخبارية، أكيد مع زميلة نرمين عمار، ونرجع. اليوم ما شفت النساء يتناظرن فقط، شفت نساء تحت الشمس
شفتني سيمتلكنا الحجة والمعرفة والقدرة على الإقناع والقدرة على التأثير. النساء قادرات على القيادة، النساء قادرات على تقديم الخبرة، النساء قادرات على التحاور والإقناع وتقبل الآخر، النساء قادرات أن يقدمنا فكرة واحدة متكاملة. اليوم شكلوا حلقة من حلقات صنع القرار، ما كانوا عابرات اليوم بحضورهم على الإطلاق، فاليوم نحن منفتخر بكافة السيدات اللي هن موجودين. مبادرة بحد ذاتها هي مهمة ومفيدة، هكذا المبادرات يجب أن تتكرر. هذا هو النشاط حقيقة ما نسميه المجتمع الأهلي، المجتمع المدني. كل هذه النشاطات التراكمية بالتأكيد هي قيمة مضافة لهذا الوطن بعد 7 سنوات من الحرب. نحن نحتاج للكثير من هذه النشاطات، نشاط مهم، نشاط يحتاج إلى تراكم. اليوم في معنا أسماء جدا رائعة وحلوة وإلهم باع طويل بالعمل السياسي أو المجتمعي أو الاقتصادي، في أسماء كتير كبيرة عمرا وقدرا، وعلى المستوى الشخصي يعني من خلال هالأربع أيام اللي مرقنا بالتدريب كلنا عنا نفس النظرة، كلنا عنا نفس الآمال، كلنا عنا نفس الرغبات بأنه بالفعل نوصل صورة المرأة السورية لأفضل صورة ونرفع صوت المرأة السورية لتحصل على حقوقها وتقدر تكون فاعلة بالحياة العامة. كان هي الورشة إنه علمونا لغة الجسد. الشغلة الثانية خلال 4 أيام ما رح تقدري تكوني أنت كتير، يعني الزمن كان بدأ شوية وقت أكتر، بس هي أضافت على إنه لغة الفريق، روح الفريق، إنه أنت بهي المناظرة لما أنت قادرة تدافعي عن فكرتك وتكوني أنت بشير بتشاركية مع التيم اللي معك، مع الفريق اللي معك، وأفكاركم بتكمل بعض. رولا، من بعد ما تابعنا أجواء الحفل الختامي دائما الدورات اللي تقام تشكل قيمة مضافة، سوريات يتناظرنا، شو هي القيمة المضافة اللي شكلتها برأيك؟ سوريات يتناظرنا كفعالية اليوم عم تظهر المرأة السورية، هي قدرانة توقف، هي قدرانة تحكي، هي بتملك سارة أدوات، قدرانة تطرح قضية بكافة جوانبها قدام أصحاب القرار. وهي الفعالية كان فيها إضافة كتير حلوة من الحكومة السورية بتواجد الدكتورة سلام اللي هي وزيرة التنمية. اليوم نحن وقت نعطي لقب مستشار وزيارة التنمية لشؤون المرأة ده بشكل حافز لعند شابات بمقتبل العمر، قد ايه نحن اليوم بيخلق عنا حماس لنعمل شيء بالاضافه للمهارات يلي نشتغل عليها اكثر. اكيد، يعني مثل ما قلتي رولا، كلمه مستشاره لشؤون المراه هو ما هو مجرد لقب، هو كمان مسؤوليه، معنا كمان يمكن الجائزه، خلينا نقول الدرع اذا فينا نظهر على الكاميرا من عند حضرتك، تفضلي. هي الجائزة تقدمت طبعاً للفائزة بالمناظرة وهي الأستاذة رولا. تقدمت من المؤتمر. طبعاً أنا أول شيء بحب أتشكر كل اللي كانوا قائمين على هذا المؤتمر وهي الفعالية. طبعاً كانت برعاية أول شيء أميرة مالك من راديو FM سوريات. كان في معنا أكاديمية السورية الدولية سيا مديرة الدكتور نزار ميهوب، بحب أتشكره على الشاشة. كان ايضا RNW، كان كمان مؤسسة بدايات، بحب اتشكرهم كثير بتعاونهم كل هالجهات، واكثر طبعا في جهات اسفه للي نسيت اذكره، قدموا للفائزين للمشاركين بالمناظره الاخيره اللي تمت امبارح بدار الاوبرا هي الجوائز، وكلهم حصلوا على لقب كاستشاري في وزاره التنميه الاداريه عن دكتوره سلام صفاف بما يخص حقوق المرأة. يعني عم بتقدموا شيء كتير مميز، يعني انتوا وجه للسوريات. خلينا نحكي كلمة منك وكلمة منا عن شعوركم بس أخذتوا هيدا الجائزة. دائما لكل حوار ولكل مشروع هو هدف ونتيجة، بس حققتوا انتوا اللي بدكم يا قدي، كان الشعور مختلف تمام. أكيد شعور النجاح أحلى شعور، ما حكابر على الموضوع. بالإضافة طبعا يعني اليوم بلش المشروع،
اليوم بلشت المسؤولية. الخطوة الأولى كان فيها حافز كتير كبير، وإن شاء الله الخطوات الجاية حتكون أقوى وحنكون كلنا سوا فيها. أكيد يعني دائما القادم هو اللي بيشغل بال الناس. أكيد في مسؤولية كتير كبيرة عليكم هلأ، لقدام كل سيدة أنتوا رح تكونوا وجهة مسلوة، شو ناويين تعملوا؟ مثل ما تفضلت زميلتي رولا، أنا وباسم كل البنات اللي كنا سوا بالمؤتمر، قديش الفرحة حلوة بس مو قد المسؤولية اللي صارت علينا. بنتمنى ما يكون بس مجرد فعالية ومجرد مؤتمر، يكون له أبعاد لبعدين، لأنه نحن عنا رسالة وبإذن الله الرسالة حتوصل. يعني كلمة أخيرة منك راما، وأيضا رح نأخذها منك رولا، لكل السوريات والنساء خصوصا يلي عم يتابعونا، يلي أكيد هنن فخورين بأشخاص ونساء مثلكم. تفضلي راما وبعد رولا. بحب شجع كل السوريات، كل الفتيات، مو بس النساء المتقدمين بالعمر، حتى من سن الشباب، لأنه نحن الأساس إن شاء الله، ونحن اللي فينا اللي عنا القوة لحتى نقول شو بدنا ونغير. يعني لهيك مسؤوليتنا مضاعفة، فإن شاء الله هيك إن شاء الله نكون موفقين، وإن شاء الله نلاقي الدعم المناسب إن شاء الله. بإذن الله. تفضلي رولا. بدي أقول اليوم مسؤولية المرأة السورية كتير كبيرة، حنشتغل كلنا سوا لنعمل سياسات داعمة للمرأة، وحنشتغل كلياتنا لنعمل إجراءات حقيقية. اليوم المرأة السورية بدها تاخذ دور كلياتنا سوا إيد بإيد، مثل ما قلنا مشروع الإصلاح الإداري، حتكون المرأة السورية قوية تظهر على كل المنصات الدولية مثل ما هي لازم تكون. أكيد. يعني بالختام بدنا نشكركم رولا باش إمام وراما الشعار، شكرا كتير لكم، وبنتمنى أنه تكونوا فعلا أنتوا الوجه اللي رح يمثل ويقدم كمان صوت المرأة السورية بكل مكان. شكرا كتير لكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا، ويسعد صباحكم مرة تانية. شكرا. شكرا.